مساء الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج بيت للكل. هذا البرنامج اللي من خلاله منحاول نطرح القضايا بمختلف أشكالها وصورها، الاجتماعية والسياسية والفنية وغيرها، أيضا الاقتصادية وغيرها من القضايا. اليوم حلقتنا رح نتناول عن أحد أنواع الفنون، وهو ما يسمى بأبو الفنون، المسرح العربي. كيف ابتدأ ومتى كانت النشأة، وأيضا التطورات التي ظهرت على المسرح العربي، هذا المسرح الراقي بجمهوره وأيضا بطرحه وفكره، والذي جاب مختلف دول العالم. عارفة يا لانا وخميس، المسرح بشكل عام، ويمكن المشاهدين يعني في هذه الحلقة تحديدا هيتعرفوا كمان قد إيه المسرح كان موجود في بلادنا العربية لعقود طويلة. يعني وحتى شعوبنا الإسلامية كان في تعبير إنه المتلقي أو المشاهد اللي بيروح المسرح بيتم الفرق المسرحية بتعبر عنه، عن حياته بأشكال مختلفة. أعتقد إحنا في مصر، المصري القديم عرف المسرح، يعني حتى لو شفتوا النقوش على المعابد المصرية القديمة هتحس إنه كان في شكل من أشكال العروض بتحصل، تم نقلها على المعابد بالرسم والشكل الفرعوني اللي معروف، وفي آلات وفي يعني مواجهات، فيبدو أنه كان هناك نوعا من أنواع المسرح. ولكن كلمة المسرح أعتقد أخذنا حاجات كتير من يعني الفترات والدولة الإغريقية، حتى تحديدا كلمة ثياترون أو تياترو زي ما بقينا نقولها وبتتقال بشكل عام. يعني في مصر أعتقد زمان كانوا يقولوا إيه، رايح التياترو راجع من التياترو، أو رايح المسرح وراجع من المسرح. فإذن اقتباسات كثيرة بتؤكد بأن المسرح له تاريخ وباع طويل وبدأ مبكرا. وإذا ما ذهبنا بخيالنا شافكي ولنا مثلا إلى العراق، وجدنا القصاصين في القدم، الحكائين اللي كانوا موجودين في الشوارع كانوا يمثلون بالدرجة الأولى، هم المسرحيين اللي كانوا بيلتقطوا هذه الظواهر المجتمعية بأعينهم، و بتترجم بهذه الحكايات البسيطة للمارة، وربما في مراكز معينة من هذه المدينة العريقة لتمثل المسرح في حينه، حتى نما وتطور بشكل أوسع وأكبر في مراحل مختلفة. بس عارفين، أنا دايماً بتصور بأنه الفنان اللي بيقف على خشبة المسرح، المسرح أعتقد أنه من أصعب الفنون. يعني السينما بتتصور كل الفنون صعبة، بس المسرح هو اللقاء اليومي، بس الحلاوة بتاعته رغم صعوبته هو إنه بياخد النتيجة على طول. يعني خروج الفنان على خشبة المسرح، تحية الجمهور، فيدباك سريع، والتفاعل بقى أياً كانت المسرحية، كوميدية، درامية، تراجيديا، هو بيحصل على النتيجة هو مروح، فبتبقى برضو دي إحساس حلو. وهو هذا التفاعل اللي بيصير بين الممثل المسرحي اللي بيكون على خشبة المسرح وبين الجمهور، التفاعلية والرسالة المباشرة ورد الفعل أيضاً المباشر، صحيح، هو اللي بيعطي كم الرسالة المسرحية وصلت طبعاً، أو إنها أثرت في مكان معين، أو إنه الجمهور مش حابب هذا الموضوع. علشان هيك حكوا إنه المسرح من أكثر الفنون اللي بتأثر مباشرة، وبكون صحيح تأثيرها مباشر وبشكل سريع على المتلقي. صحيح، بتلاقي حتى الجمهور وهو قاعد التفاعل بيحصل. يعني احيانا كمان يقول لك ايه، يقول ده يعني النهارده انا حسيت الجمهور مختلف، لانه كل يوم هو متجدد بشكل او باخر. يعني